سؤالي التالي هو اللي هو طرقت له موضوع القيم. هلا نحن صراحه في عندنا مشكله كلمه الاخلاق الطبيه، انه ترجمتها للعربي دائما بيكون في مشكله. في الايثكس اللي هي البايو ايثكس، الاخلاق الحيويه او الطبيه، وفي المورالز كمان بتترجم انه اخلاق. ففيك فرق بين التنتين طبعا بترجمه طبعا طبعا بالمعنى؟ بشكل عام المورالز هي القيم الفردية للشخص، اللي هي مثلا تجي من منبع ديني، من منبع اجتماعي، من منبع عرقي، من منبع تجربة حياتية، ولكن هي عادة بتكون لشخص معين. ممكن يتم تعميمها على مجتمع، انه احنا كمجتمع في عندنا قيم متعارف عليها. الإثكس هو نوع من القيم او الافعال اللي المجتمع بيتوافق عليها. مثلا انه نحن كمجتمع كلياتنا متفقين انه مثلا السرقه شيء مؤذي، او الكذب هو شيء مؤذي، او حتى مثلا بالمهنه تبعنا نحن مثلا متعارف علينا انه نحن مثلا لازم نناقش مع المريض الحاله الطبيه تبعه. هي تعتبر كود اوف اثكس، هي مانا قيم عند الشخص. والله انا من مبدئي وانا من شئت وانا صغير انه لازم نحكي مع المريض، هي اثكس، هي مانا قيم. يعني الكود اوف ايثكس هو شيء مكتوب، هو نوع من القانون الطبي نوعا ما، بينما نعم، المورالز هو الشيء وهو اللي بتعمل فيه بقلبك انت. نعم، واللي هو الاساس هو المورالز، لانه الكود اوف ايثكس بيتم كتابته بناء على المورالز الشخصيه. جميل جميل. طيب خليني اسالك النقطه التالتة. طبعا المورالز هو قانون طبي، ما هو شيء ملزم بالمحاكم. بالمحاكم في صحيح القانون الجنائي او القانون المدني صحيح هو اللو. فصار في عندي نعم 3 شغلات انا فيهم يتعارضوا او يتوافقوا، او خليني اقول هن يندمجوا مع بعض لما بتعرض لقضيه القضيه ما. نعم انا المورالز الشيء انا مؤمن فيه، والإيثكس الشيء اللي طبيا مفروض علي اعمله او كذا، واللو اللي هو القانون المدني او القانون الجنائي تبع اللي بيحكم الدوله او المدينه اللي عايش فيها.